إلى موضوع آخر، أسندت الحكومة إنجاز رخصة السياقة البيومترية لمؤسسة وطنية 100% التي ستساهم بشكل كبير في المشروع، تراهن على رفع التحدي ورد الاعتبار للمؤسسات الجزائرية في هذا القطاع. أحمد بوطاف يفصل أكثر. الحكومة تنصف الشركات الجزائرية من خلال مؤسسة أش بي تكنولوجي بعد أن أسندت لها جزءاً هاماً من مشروع رخصة السياقة البيومترية. جاء هذا بعدما قدمت نموذجاً نجح في إقناع صناع القرار بمعايير عالمية وآخر التقنيات التكنولوجية. أش بي تكنولوجي elle a déjà présenté un prototype de permis de conduire biométrique et de carte grise électronique pour démontrer la capacité technologique et technique et de production de HB technologie dans le domaine. وحنا كما قال نشكر يعني كما قال الحكومه الجزائريه اللي على في كونفيونس اي ان نو دون جوستمون هاد لوكازيون دو مونتري اي دو بروفي لي كاباسيتي ناسيونال ا برودوير دو تيل تيب دو دوكيومون. قدرات شركة أش بي تكنولوجي الإنتاجية وخبرتها في هذا الميدان سيمكن من إصدار رخصة السياقة البيومترية في أقرب الأجل وحسب الطلب. سيدي الأم ويان ننتج 4000 بطاقة في ساعة. سيدي ننجم ننشدو مليون بطاقة في دون اون سيمان. وان جينيرال عندنا اون كاباسيتي دان بو بلوس دو 100 مليون دو كارت بار اون. دونك يعني الوحده تاع اش بي تكنولوجيا لي لارجمون سادير ديزون ديمونسيوني بور ريبوندر ا سو بيزوان. يعني ميم لو كان غدوه ان شاء الله قال لك ما نجوزوش 4000 ساعه جيبوا لنا 8000 ولا 9000، اون لي كاباسيتي دو دوبليكي ولا دو ملتيبلي لي ماشين بور ريبوندر ا سو بيزوان. ثقة الحكومة في المؤسسات الجزائرية ستكون بمثابة انطلاقة جديدة لعهد الاعتماد على الشركات الوطنية في إنجاز المشاريع السيادية.